أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة. The second riwayah we read Khalaf عن حمزة from طريق الطيبة. جزاكم الله خير.
I have a suggestion. We can speak about Egyptian Qurra if you want. Like we can, like because I told Brother Hassan before, we can speak about like Sheikh Al Minshawi if you want to copy Sheikh Al Minshawi. It's good. Like we have many sheikhs in Egypt, old fashioned, from like 1921. We have like Sheikh Mustafa Ismail. He have a special way in reading Quran called Al Nagham, Madrasat Al Nagham, the school of Nagham. He read all the sheikh read like Al Rahman, Allama Al Quran. But Sheikh Mustafa Ismail read like Ar-Rahman Allama Al-Qur'an Khalaqa Al-Insana Allama Al-Bayan Inna Al-Muttaqeen Fi Jannati Wa Nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. It's like short. Sheikh Mustafa Ismail, to know if you Madrasat Al Nagham, Sheikh Al Minshawi, a school of sadness. When he read Quran, you feel he want to cry. A lot of sheikh told me, Sheikh Minshawi, when he recalled Surah Al Imran in Al Idha'a, in radio, he couldn't complete Surah Al Imran from crying, subhanAllah. Yeah. He like, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. He described the Sahaba in غزوة أحد. Say, إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. شيخ محمود علي البنا Egyptian as well. He has inner sadness. Like he fight with crying. He want to cry. He like كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. You know الشيخ الحصري has luxury school, سبحان الله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يا شيخ الحصري سبحان الله. I have a lot of you, mashallah, in Egypt. Do you know this sheikh? I'm going to read and you're going to tell me which. Subhanallah. Say it. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. He's not from Egypt. إمام مسجد النووي نعم شيخ الحضري. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. You're gonna pray this. Yeah. You know, في ذي الشيخ from جدة, you know. The famous شيخ, the شيخ ال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. I forget the ayah. سبحان الله. شيخ العجمي. شيخ العجمي. سبحان الله. We have a sheikh. Do you listen to Sheikh Jibril? He came to pray here, I think. Yeah? أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. We're gonna stay until I show you come with Sheikh. So, we can pray with Sheikh Jibril this year and tell people Sheikh Jibril pray. جزاكم الله خيرا. It's like I didn't come here for a long time. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. More than 20 minutes. It's like something. It's like light. It's too hard. It's too hard. It's too hard. Sheikh Abdul Wasl. He has unique throat, subhanAllah. I'm gonna try to say. Sorry. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. I think Shahbaz is too hard because he has different unique. الحمد لله. جزاكم الله خير.